تنوع كبير في الفعاليات الفنية، ومش بس الفنية، الرياضية كمان. في مهرجان العالمين مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة بتقام للمرة الأولى في مهرجان العالمين الجديدة. للمزيد حول هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف كابتن محمود إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. كلمنا يا كابتن عن مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة اللي تقام الآن في مهرجان العالمين. خليني الأول في البداية كده أشكركم على فكرة البرنامج الجميلة. أشكرك. اللي بتغطي يوم بيوم أحداث المهرجان وبتعرف الناس أول بأول بفعاليات والأنشطة المختلفة أثناء المهرجان. الحمد لله ذوي الهمم كان ليهم الصبق في أن هم يشاركوا لأول مرة في الفعاليات الرياضية لمهرجان العالمين بعرض خاص للعب كرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة السلة لأصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية. الولاد كانوا مبهورين جدا بالمكان، المكان أكتر من رائع، إعداد الملعب فوق الممتاز، الأجواء بتاعة الاستقبال للاعبين وأجواء استقبال الوفد اللي كان مرافق ليهم خلاهم منبهرين جدا بالعالمين، منبهرين بالتقدم اللي بقت فيه مدينة العالمين، وتمنوا في نهاية اليوم إن الفرصة دي تتكرر أكتر من مرة أثناء المهرجان. كم فرقة مشاركة في الفعالية السنة دي؟ السنة دي كان في مشارك في كراسي مؤسسة الحسن بفرقتين لمسابقة كرة السلة 3 على 3، وذوي الهمم كان مشارك فرقتين برضو، مركز شباب رود الفرج ومركز شباب حلوان الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على كراسي متحركة. شكرا جزيلا لك.